بعروس البقاع زحلي وتحديدا بمسقط رأسه، أحيا النجم اللبناني ناجي القسطى حفل فني مميز بيعود ريعه لدعم الصليب الأحمر اللبناني الحاضر دائما للمساعدة من دون أي مقابل. فغنى ناجي بزحلي مرة جديدة بعد ما كان أحيا من عامين ليلة مميزة أيضا ضمن مهرجانات زحلي. زحلي زحلي يا شباب يلا لحبايب على الباب، زحلي زحلي يا شباب يلا لعيون الأحباب، يلا لعيون الأحباب. ناجي اللي كان واضح عليه سعادته الكبيرة بالغناء بقلب منطقته زحلي وبين أهله وأحبابه، عبر لأغاني أغاني عن أهمية الهدف الإنساني اللي عم بيقوم فيه واللي جعل فرحته مضاعفة بهالليلة الزحلوية اللي تم استقباله فيها أحلى استقبال على واقع المفرقعات النارية. ابن زحلي دم بيغلي من الغير وقتها معني تقدر شغلي بصبري وصاري وتأخيري. يعني أول شيء الليلة فرحتي فرحتين وأنا موجود بزحلي، تاني شغلي أنه حبيت أنه يكون رايح هيدا المهرجان للصليب الأحمر اللبناني، هيدا المؤسسة اللي بتساعد الكل بدون تفرقة، ومنعرف قدي بكل الأزمات اللي مرقنا فيها بكل الحروب اللي بنرقت لبنان وكل الأزمات كان حاضر الصليب الأحمر. واليوم أكيد فرحتي كتير كبيرة أنا موجود بين أهلي وأصحابي واللي ربيت أنا وياهم، خاصة أنه أنا عايش فترة كتير كبيرة بزحلي، فالليلة بتعني لي كتير، موتر أكتر من حيال حفلة بطلع فيها لأنه هيدا المهرجان كتير بيعني لي. هالحفل اللي حمل الطابع الخيري جمع أكثر من 4000 شخص بليلة واحدة، وكانت زحل الحاضر الأكبر على مسرح ناجي وأغنيته. كل الناس بتكبر وانتي بتصغري وبتتحلي أكثر كل ما بتكبري. خلال الحفل ناجي ما نسي وجه تحية خاصة للجيش اللبناني اللي عم بيصادف عيده خلال اليومين المقبلين، فغلبت على وصلته الأغاني الوطنية المحمسة وأعلام الجيش اللي رفرفت بسماء زحلة. كمان الليلة مسائبة أنه نحن بعد يومين رح منعيد عيد وطني كتير كبير، وخاصة بهيدي المرحلة اللي نحن عم نمرق فيها بدي حيي الجيش اللبناني اللي بيطلع له زقفة كتير كبيرة. زحلي اللي أنجبت الكثير من النجوم والشخصيات السياسية والإعلامية بيتميزوا أهلها بدعم وتعصب لأعلام البارزين، الأمر اللي اعترف فيه القسطى. أي نعم متعصبين. يعني بعتقد انسى ناجي، بعتقد وائل كفوري ناجي وكرم يعتبر من الفنانين الاوائل كانوا بلبنان او بالعالم العربي، يعني اقل شيء بمنطقتهم يكونوا اغانيهم هي تكون المنتشره اكثر من غيرهم، وهيدا التعصب الزحلاوي الموجود يعني، ونحن بيتهمونا بالتعصب مش مشكل، متعصبين نحن لزحل. ليلة غنائية إنسانية بامتياز، قدر ناجي القسطى يحولها لأمسية فرح على قلوب الزحلويين بأغنيته وحضوره. أما الصليب الأحمر اللبناني اللي دعمه ناجي بهالحفل، فواجب على كل فرد وكل فنان يكون إلى جنبه ويسنده مثل ما دائما هو إلى جانب الكل بالأوقات الصعبة.